Next speaker, Professor Hala Nadi, Professor of Pediatric National Research Center and the head of Society of Respiratory Research and Pediatric Nutrition. هتكلم النهاردة عن Nutrition and Respiratory Health. تفضلي دكتورة هالة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. الحقيقة أنا سعيدة جدا كالعادة بوجودي معاكم. إحنا بنستنى المؤتمر ده فعلا كل سنة، يعني أنا بستنى الإيفنت ده وببقى سعيدة لما دكتور أسامة يقول ها وهنعمل كذا ومعادنا، مش بستنى عزومة، يعني جاية جاية. بشكر أستاذة دكتورة سونيا الشرقاوي على دعوتي، بشكر هنا أوكي أستاذة دكتورة فاتن شلبي، كل إخواتي وزملائي وأبنائنا اللي بسعد جدا لما اشوفهم. ميرسي على تواجدكم معانا النهارده. الحقيقه انا هتكلم على نيوتريشن اند ريسبيراتوري هيلث، ومفروض دكتوره ياسمين يعني خدمتني قوي واثرت عليا كتير قوي، لان كلام كتير من اللي قالته مفروض انه ابلايد في حالتنا هنا، فمش هنعيد الكلام حتى عشان الوقت. طيب، disease are combination of inappropriate diet and lifestyle on a background of genetic susceptibility. نفس كلام دكتورة ياسمين. All diseases begin in the gut. وده طبيب العرب الحارس بن كلدة قالها، المعدة بيت الداء. What's the role of gut in disease prevention? حط سيناريو كده كوميدي. البرين قال I am the most important as I control everything. رد عليه الهارت قال له لا طبعا، my beating keeps the body going working. رد عليه الليفر قال لهم لا، انا اللي بعمل ميتابوليزم واكسكريشن وديتوكسيكيشن. الجات قالت لهم لا، I am the most important, I digest, absorb, protect, excrete and produce hormones. ضحكوا عليها كلهم، زعلت وعملت شات داون. within few days all the other body systems agreed لان هي it was the most important. طيب لو قلنا malnutrition والpulmonary system، احنا ما اتكلمناش في انه ال diseased patient، لا احنا هنشوف ال effect of malnutrition عموما على respiratory system. بيأثر على respiratory muscle function، بيأثر على ventilatory drive، على response to hypoxia وعلى pulmonary defense mechanism. المالنيوتريشن ممكن يعمل ايه في patient ما عندوش اصلا lung disease؟ يعني تخيلوا الارقام دي كلنا هنتخض لما نشوف. الريسبيراتوري muscle strength بتقل بنسبه 37%. الماكسيمم voluntary ventilation بيقل بنسبه 41% just انه عنده malnutrition. الفيتال capacity بيقل بنسبه 63%. والدافراجماتيك ماسل ماس ممكن يوصل لانه يشتغل ب 60% من النورمال بتاعه. طب المالنيوتريشن بقى في patient with pulmonary disease هيأثر على الهوست immune response والسيل mediated immunity، وبالتالي انا بعمل chronic وrepeated pulmonary infections. بيبقى عندي inability to mobilize secretions، inability to cough عشان أطرد secretions دي. decrease surfactant production. ولو حالة من الحالات دي اتعمل لها mechanical ventilation أو دخلت intensive care unit أكيد هتبقى في prolonged hospital stay. اللنج ديزيز ممكن يأثر هو ازاي على النيوتريشنال status؟ في اي lung disease من اللي هنتكلم عنهم مفروض ان بيبقى فيه increase energy expenditure، لان دايما العيان اللي عنده اي مشاكل respiratory اشهر حاجه انه تكيبنيك، دي ابسط حاجه، وبالتالي عنده ال energy expenditure اعلى من العادي. في chronic infection طبعا، وبالتالي هو مش قادر ياكل، هو في fluid restriction، في decrease oxygen saturation، وفي gastrointestinal distress و vomiting. وبياخد medical treatment اكيد ليها
passive effect على الجاسترونتستينال تراكت. البرزنتيشن دي مفروض ان الموست كومن ريسبيراتوري ديزيز اللي هنتكلم عنهم وعن علاقتهم بالنيوتريشن هم ثلاثه: الازمة والسيستيك فايبروزس والبرونكوبالمونري ديسبليزيا. احنا هنشوف الوقت هيسمح لنا بايه، بس هنبتدي بالازمة. وليه الازمة؟ لان هي الموست كومن كرونيك كونديشن امونج تشيلدرن ديسبايت ادفانسز في الاندرستاندينج اوف ازمة وازمة موربيديتي، لكن هي ستيل عماله بتزيد بالرغم من ان احنا عمالين نعمل ريسيرشز فيها ونفهمها اكتر. Asthma is considered to have a negative impact on daily life activity of children, especially those suffering from limited disease control. وبتأثر على الاكتيفيتي اكتر طبعا من normal children. عايزين نطلع بايه النهارده؟ عايزين identify the common myths about asthma and nutrition. عايزين نعرف ايه الكومن ميديكيشنز بريسكرايبد للتشيلدرن ويز ازما، وايه الدراج نيوتريانت انتر اكشنز اللي ممكن تحصل معاها. عايزين نتكلم واي اوفر ويت اند اوبيستي ماي ورسن ازما. ازما ادي النورمال برونكيول، الصوره اللي على الشمال. في الازماتيك حصل ايه؟ حصل ثلاث حاجات مهمين جدا. حصل انفلاميشن، عمل إديما وثيكنس لليومن بتاع البرونكيول، ابتدى يبقى فيه اكسس سكريشنز قافله جوه، في برونكوسبازم او السموث ماسلز اراوند البرونكيولز، فابتدت تقفلها اكتر واكتر، وبالتالي البيشنت ده بقى عنده نارود اير ويز، يعني ترابل بريثنج وشورتنس اوف بريث. التريجرز كلنا عارفينها: الـ environmental tobacco smoke، الـ dust mites، الـ outdoor pollutions، الـ pets، الـ molds، الـ stress، يعني الـ stress سواء psychological stress أو stressness exercise ممكن تبقى trigger للأزمة. الـ medicines، الـ freezing temperature، الـ high humidity، some food and food additives، والـ strong emotions عشان بتعمل hyperventilation. طيب الأزمة الكلاسيفيكيشن بتاعها بنقول intermittent versus persistent. احنا هنا مش بنتكلم عن تفاصيل أزمة، لكن يهمنا قوي دي ليه؟ عشان أقول إن اللي هيهمني النهاردة هي persistent، لأني محتاجة أدي فيها rescue medication و preventive medication اللي هو الكنترول ثيرابي اللي هو بيمشي long run شوية. و البرسيستنت بعرفها بان هي تحصل اكتر من 2 دايز بير ويك او يحصل له كومبلين او اتاكس. المنظر الشهير السلايد بتاع جينا انا حطاها عشان افكركم بحاجه واحده. شوفوا في كام ستيب، يعني احنا هي متقسمه 5 ستيبس. الفيرست ستيب هي الوحيده اللي بيقول ممكن ادي لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد لو هي ريكارنت اتاكس، لكن من اول ستيب 2 لحد 5 العلاج معتمد على او الكورنر ستون فيه هو الانهيلد كورتيكوستيرويد. وبالتالي مهم جدا في كلامنا بقى عن علاقه الازمه والنيوتريشن والاوبيستي. طب الازمه والميديكيشنز، الانهيلد كورتيكوستيرويد لما بديها كلونج تيرم كنترول او عشان اعالج السيفير اتاكس ما عنديش مشكله الويت جين ولا الاوستيوبينيا لانه باخدها مينيمال دوز، انما لو خدت اورال كورتيكوستيرويدز زي ما بنحتاج نعمل في السيفير اتاكس فاحنا مضطرين ناخدها فبيحصل ويت جين واوستيوبينيا. لو خدت الكورتيكوستيرويدز مور ذان 4 او equal 4 courses of oral steroids per year ده بيزود الريسك اوف فراكشر. طبعا تخيلوا احنا ده 4 courses بس per year، بالتالي هنا احنا بناخد 4 courses per month. increase number of doses بيقلل البون جيند وبالتالي بيزود الريسك اوف اوستيوبينيا. increase الابيتايت اللي بيعملها
الكورتيكوستيرويد الاورال كورتيكوستيرويد بتقلل الكالسيوم ابزوربشن. طيب في سؤال شهير قوي, drinking milk cause a worsen mucus production. حد ازماتك الام بتقول لك يشرب لبن ولا ما يشربش؟ ها يشرب لبن. ايوه والتجربه ليه هنقول drinking milk does not cause or worsen mucus production. Milk with dairy products are often falsely implicated in the exacerbation of asthma symptoms. احنا ظالمينهم. Excluding milk with dairy products from the diet can lead to calcium deficiency. حرمته من حاجة مهمة جدا. بس خلي بالنا. الميلك allergy can cause asthma-like symptoms but does not cause asthma. عشان كده الدكتورة اللي قالت التجربة. هي الأم بتقول إيه؟ هو من غير ما يكون عنده أزمة أتاك ولا حاجة, لكن لما بيشرب اللبن عشان هو ميلك ألرجي بيحصل له شوية تويز وكحكحة, ودي أزمة لايك سيمتومز, لكن هو مش عشان اللبن بيعمل له أزمة. Frequent consumption of products containing milk fat for preschool children was associated with reduced risk of asthma symptoms. في researches بتقول ان الميلك فات مهم جدا في البري سكول تشيلدرن. ايه اشهر فود allergens؟ الميلك والاجز. فود allergens ها, ميلك, اجز, بيناتس, بانانا, صويا, ويت, فيش اند شيلفيش. عادة الفود induced asthma exacerbation unusual, يعني اغلب الاسما exacerbation اللي بنشوفها بتبقى الانهيلنتس مش للفود itself. وكفود allergy most children outgrow المشكلة دي مجرد ما يكبروا شوي. طيب ايه اهم دايت بالنسبة لنا او ايه اللي احنا عايزين الدايت يوفره لنا عشان ابقى بدي البيشنت ده بروتكتيف فاكتورز. انا عايزه حاجات فيها فيتامين سي واي وبي 6, عايزه حاجات فيها بيتا كاروتين, عايزه حاجات فيها فوليك اسيد ولايكوبين, عايزه صوديوم, مغنيسيوم, اوميجا 3 فاتي اسيدز, فيش اويل, سيلينيوم, فروتس عموما. عشان كده الميديترينيان دايت اللي مليان انتي اوكسيدنت نيوتريانتس اللي هو فروتس وفيجيتابلز, فات وفيش اللي احنا تربينا عليه وكانوا اهالينا بياكلوه لنا طول الوقت, هو ده الهيلثي فود, وخصوصا لو انا عندي مشكله ازمه. ده مثال الحقيقه, بس هو عشان من النت فهو حاجات مش يعني مثلا السيلينيوم احنا ما عندناش برازل نات خلاص, لكن عندنا حاجات كتير زي طبعا استاذتنا دكتوره سناء ممكن بقى تقول لنا ايه اللي ريتش في السيلينيوم عندنا في الحاجات الشعبيه اللي موجوده. هي دكتوره سناء اللب بتاع بعد الشمس. فيتامين اي مهم قوي, ها البروتين البيفو, الاوميجا 3 فاتي اسيدز طبعا في التونه والسالمون فيش والماكريل والسردين, الانتي اوكسيدنتس يمكن اهو حاجه عندنا شهيره البصل الاونيون موجود فيه, فيتامين سي طبعا في الموالح, و ما احنا بقى الشاي بنخاف عشان الانيميا. يعني هنقول للامهات تدي تي in between
الفا توكيفيرول كارس تربينا عليه. الفا توكيفيرول is a form of vitamin E, help maintain the integrity of membrane fatty acids بانه inhibit lipid peroxidation. الكاروتينويدز دي موجوده الفا وبيتا كاروتين لايكوبين ليوتين بيتا كريبتوزانسين. لا دي الحقيقه فكرتني بامهاتنا لما كانوا هم بيعملوا الاكل يروحوا بيضربوا الطماطم تروح مديه لكل عيل كل انا فاكراها كويس جدا تروح مديه كوبايه عصير طماطم لكل واحد فينا. دلوقتي حد ما حدش بيعملها خالص يعني. ده موجود طبعا في التوميتو وده عملوا ستادي مخصوص لقوا ان اللايكوبين الانتي اوكسيدنت اللي في التوميتو له بوزيتيف كوريليشن مع الفورسد اكسبيراتوري فوليوم في الحالات الازماتيك والسي او بي دي. طب الماتيرنال انتيك ديورينج بريجننسي ده مهم جدا. يعني ان انا prenatal اقول للام وخصوصا انا بقول دايما نبتدي بان احنا نعمل ثقافه البنات. يعني البنت دي هتبقى ام المستقبل. كارثه لما بتيجي البنت كل اكلها فاست فود وجانك فود واديتيفز وانا عارفه ان هي خلاص طلعنا جيل ضايع خالص. فانا مش ممكن تبقى بنت ما بتاكلش وبعدين فجاه بقت بريجننت فاقوم هغير كل عاداتها الغذائيه. عشان كده الام لازم تهتم قوي بتثقيف طبعا ولادها عموما بس البنات بالذات مهمه جدا. ياخدوا اوميجا 3 ياخدوا الفيتامين دي ياخدوا الانتي اوكسيدنت ياكلوا الميديترينيان فود ياكلوا اكلنا اكل اهالينا يعني اللي اتربينا عليه. طيب دي الحقيقة ستاديز معلش عشان الوقت أنا هقول يعني الستادي دي اتعملت ستادي كبيرة قوي وقالوا إيه؟ قالوا إن لازم يبقى فيه ديلي كونسامشن للفول كريم ميلك والميلك برودكتس والبراون بريد. لما عملوا الستادي دي لقوا إن اللي قاعد يمشي كده أول سنتين الأزمة سيمتومز عند 3 سنين كانت قليلة جداً. وده معناه البراون بريد هنا هم حاطينه التوست لان هم ما عندهمش العيش البلدي بتاعنا. فبس ابسط حاجه لو علمنا الناس انه لما بنتعامل بسندوتشات العيش البلدي مش الفينو هتفرق كتير قوي. بس على فكره بيتريقوا على عيال لما ياخدوا بلدي قصص كده بسمعها. الفاست فود الحقيقه مش هتكلم فيها لان دكتوره ياسمين قالت بما فيه الكفايه. دي برضو ستاديز اتعملت بتقول انه الفروتس يعني لما باخد ابل جوس بس هم عندهم لما بيقولوا فريش ابل جوس هو فريش فهنقول احنا للامهات ما فيش داعي نقول لهم ابل جوس هتقول اعمله ازاي وهتجيب علب ابل هقول لها اديله تفاح اعمليه كومبوت اديله بانانا لان ده له لقوا انه له امباكت في انه يقلل الويزنج في السنة اللي الطفل خد فيها النيوتريانت دي. أزمة أند ويت لقوا إن هي ليها علاقة الـ children with the highest birth weight had the greatest risk of emergency department visit for asthma. وعشان كده لازم نعمل education للprenatal clients about the risk of having high birth weight. ما يبقاش فيه زيادة قوي في وزن البيبيز قبل ما يتولدوا أصلا لأن دي معناها أنه هو gain أو يبقى obese later on. طيب برضو دكتورة ياسمين اتكلمت في حتة الobesity والdrawbacks بتاعتها بس هقول هنا نقطة معينة أن الgirls بالذات الgirls عندهم 3.6 تايمز اكتر ان هم يبقى عندهم ازمه اكتر من اللي وزنهم طبيعي ولان هم كمان ما بيشربوش لبن. لقوا ان في شير جينيتكس في 5 جينز مشتركه بين الاوبيستي والازمه. مش مهم نحفظ اساميها بس نبقى عارفين قد ايه في لينك مهم جدا جينيتيكالي بين الاثنين. الكواليتي اوف لايف الاثنين تعبانين الاثنين الاكتيفيتي بتاعتهم متاثره الاثنين
عندهم الكواليتي اوف لايف ده كويشنير بيتعمل بيعكس ثلاث حاجات، بيعكس الايموشنز انا حاسس بايه وتقديري لنفسي ايه، الاكتيفيتي بتاعتي والسيمتومز اللي انا حاسسها. في الناس الازماتيك والاوبيز الكواليتي اوف لايف سيئه، فما بالكم لو جمعوا بين الاثنين. ده تقريبا الكلام اللي قلناه. الاوبيستي والازما لينك، لقوا ان الـ في الاوبيز بيحصل ريديستريبيوشن للايزينوفيلز within التيشو during asthma. يعني في عندنا excess eosinophils وفي عندنا interleukins inflammatory markers بتمشي وتروح، يحصل لها redistribution في السيلز بتاعت اللنج، وده خصوصا في الحالات اللي عندها high basal body mass index. كمان في الأوبيز بيرسونز بيبقى عندهم كوموربيديتيز زي جاسترو اسوفيجيال ريفلكس، سليب ابنيا، ودي بتزود الازمة ريسك. كده كده هم تخان فمش قادرين يتحركوا، فالسيدنتوري بيهيفير ده بيزود الريسك اوف ازمة. عشان كده بنقول الازماتيك لازم يبقى في ريبيتد اكسرسايز عشان احسن الهايبر فنتيليشن. وانكريز ويت نفسه بتاع البريست على الريب كيج بيخليه مش قادر يفتح صدره عشان ياخد نفسه. الفولنس اوف ابدومن او برضو الاوبيز ابدومن بتبريفنت البوشينج اوف دايفرام في الانسبيريشن. احسن رياضه هي السباحه. على فكره كان عندنا بنقيس البالمونري فانكشن لحالات للفرق بتاعت منتخبات مصر، فقلنا السباحه والووتر بولو ولعب مختلفه. الووتر بولو كان القرايات بتاعتهم معديه النورمال، معديه البريدكتد بكتير جدا، قرايات البالمونري فانكشن. السباحه معديه بس مش زي الووتر بولو، وناس كتير قوي منهم كانوا ازماتك وهم صغيرين، يعني كانوا بيشتكوا انهم ماشيين بالنيبيولايزر والبخاخات و و. في طبعا اولمبيك اثليتس لحد دلوقتي هم ازماتك وبياخدوا البخاخات، بس احسن رياضه هي السباحه. البريست فيدنج الحقيقه الاستاديز اللي اتعملت بتقول ان الاكسكلوسيفلي بريست فيد فور اتليست 4 شهور من العمر في ريدكشن في الريسك اوف ديفلوبينج ازمه وهو عنده 6 سنين، لكن لقوا انها بتعمل بروتكشن اجينست ويز في الايرلي لايف. اللي اعترضت على كده هي الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس، وقالت لا انا بقول هو بروتكت اجينست ويزنج لكن ملوش لونج تيرم افكت على الالرجي ولا الازمه. الوقت ايه بقى؟ لان دي السكند موديول. دكتور خلص اسامه عموما الوقت، بس ايه خلص الوقت خلص عموما. ده زاد 5 دقايق كمان. والله كمان يعني مش عايزين نتكلم. والله نشكر لكم كرم اخلاقكم. فاحنا ممكن استحملتوني. العنوان وكلمتين كده وبعد كده لا هو ممكن ناخد من كوفي بريك، مفيش مشكله يعني الناس ما ياخدوش كوفي بريك ونبدا. لا هو السيستيك فايبروز موضوع كبير. انا بس هنا معلش هقول، انا يعني هقول حاجه فيه عشان ولادنا كده الجمال اللي موجودين، ان خلوا بالكم يا جماعه البريزنتنج فيتشرز بتاعت سيستيك فايبروزس. جالك عيان عنده persistent respiratory symptoms، 50% من الحالات عندها respiratory symptoms، واحد عمال بيكح productive cough على طول، واحد عنده failure to thrive، واحد بيشتكي من gastrointestinal manifestations تتراوح ما بين بقى abnormal stool، ما بين انتستاينال ممكن يحصل له obstruction، في مشاكل في الجهاز الهضمي. وبتسألي سؤال مهم قوي، لو اتقالك تشكي اكتر واكتر، هو لما اتولد باس ميكونيوم على طول الستول البلاك ستول اللي بينزل اول ما البيبي يتولد، ولا كان في ديلايد في الباس اوف ميكونيوم؟ لو قال اشك اكتر واكتر. يعني الجدول ده بس اللي كان يهمني، يعني نبص كده على البرسنتج، سيبكم اللي تحت الحاجات دي رير،
لكن أهمها والفاميلي هيستوري. تقول لك الأم هي ما تعرفش، هي تقول أنا كان عندي طفل قبل كده وبرضه فضل بيكح وتعبان وبياخده شكل معين، تلاقيه عنده ويستنج للماسلز بتاعته، شكل جسمه بيبقى مختلف شوية، يعني هو فيلير تو سترايف، بس كل الأماكن اللي هي اللور ليمب والأبر ليمب فيها اسمها ايه؟ ويستنج. خلاص، فرصة تانية إن شاء الله. شكرا أستاذة الدكتورة هالة جودة for this excellent presentation. ودكتور أسامة تفضلوا يا فندم. لسه يا جماعة، ثانية واحدة. دكتور أسامة مش موجود. هو طبعا تكريم الأستاذة الدكتورة والأخت الحبيبة هالة جودة تكريم من قلبنا مش من الهدية، فإحنا بنشكرك جدا يا دكتورة هالة على المحاضرة الجميلة. إيه الهدية؟ أنا عارف قلبكوا، بس إيه الهدية؟ شفتوا بقى يعني الفرق؟ طيب قبل ما نعمل كلوزنج، في حد في اني كويتشنز يا جماعه؟ في حد عايز يسال اساتذتنا الاستاذه الدكتوره سناء يوسف او الدكتوره ياسمين او الدكتوره هلا؟ في اي اسئله؟ دكتور محمد سن اتفضل يا فندم. المايك. هو انا بشكر الدكتور هلا اللي ذكرت موضوع الملك والليز بيوكس كريشن، لان ده انا بوجه الانتباه الزملاء ان ده كونسبت قوي عند الامهات على الجروب بتاعتهم. وانا دخلت على الجروب لقيت حد من بتوع شركات الادويه بيدعو الدواء وليكن ولا اقول اللي هو بتاع البرونشكم، وبقول بمنتهى الثقه على الفيس ونشر على الامهات كده ان الملك بيعمل كذا، وعشان كده البديل بتاعه البرونشكم. فالكونسبت ده موجود بقوه عند الامهات، فبليز يعني تنبهوا لهذا عشان تقدروا تكسكلود الكلام ده. شكرا. اني كويتشن يا دكاتره؟ اي حد عايز يسال اي سؤال؟ لا تمام كده قوي. دلوقتي كلوزنج ذا سيشن، وهناخد بريك دلوقتي ولا ايه؟ بريك هاف ان اور. كمل، عايز تقول ايه؟